تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي يحبك كل اثنين، ثاني يوم الأسبوع. إن شاء الله كان أمس يوم الأحد بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي، وأسبوعنا يمشي إن شاء الله مثل ما نحب. طالما أول شيء نتوكل على الله، نبتدي بطاقة إيجابية وابتسامة وسيعة، ونعقد النية على خدمة هذا الوطن المعطاء، وأن نتبع أوامر وإرشادات وتوصيات حكومتنا الرشيدة، عشان نسعى لمجتمع أكثر صحة وأكثر سعادة. وطبعا طالما قلنا صحة وسعادة، أكيد هذا برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الأحد إلى الخميس، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة المتميزة دائما وأبدا إذاعة النور دبي. في البداية نرحب بأبو نوح أيمن سرحين معاي في الإخراج، يعطيك العافية أبو نوح، وفي التنسيق مع ميرا المري، يعطيها ألف عافية كل يوم معانا وتنسق مع الضيوف والمكالمات. وطبعا نشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي في إدارة الإعلام اللي يجهزون حلقات صحة وسعادة كل يوم ويرتبون مع الضيوف ويحضرون المواضيع والدراسات وغيره، هم الجنود المجهولون، شكرا لكم، يعطيكم ألف 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 عافية. لولا فضل الله وجهودكم كان ما طلع البرنامج بهذه الصورة الجميلة، فشكرا لجهودكم. في بداية صحة وسعادة اليوم، قبل ما أخذ أسماء أو التغذية، أذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. رح ناخذ الحين أسماء، ما با أخر أسماء على الخط. بعد أسماء إن شاء الله رح نقول رسالتنا اليومية عن الشائعات، وظن أسماء بعد تقولكم نفسها بما أنها ماسكة السوشيال ميديا، بتقولكم أعتقد نفس السالفة عن الشائعات. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم الله بنور السرود، ترى عليك على كل مسمعين إذاعة نور دبي، حياك الله. عن الإشاعات، يا الله شكثرها شكثرها. إحنا ميالسين وتيكم إشاعات، تي الإشاعات من كل مكان، وأنا بس أفند أقول يا جماعة هالكلام غير صحيح، يا جماعة هذا الكلام غير دقيق، بس أنا أضطر أقول حق الناس الكلام، فوعيهم يا أسماء قولينهم. دكتورة صراحة في وايد أشياء كانت منتشرة أمس بالواتساب، وال يعني صراحة يعني أشياء يعني ما حبيت أشوفها الصراحة، لأن الوضع مختلف، يعني لما نحن نقول حق الأشخاص قعدوا في البيت وهذا كله، هذا عشان ما ينتشر المرض أكثر، يعني هذا عشان صحتهم وسلامتهم. لكن إن أنا يعني أوصل مرحلة الهلع، هذا الموضوع مو محتاج الهلع، يعني في النهاية الشخص لما يوصل مرحلة الخوف كله جهاز المناعي ما قد، يعني هي معلومة، فالمفروض أن نحن ما نخاف. صحيح. لكن نحن علينا ناخذ احتياطاتنا، يعني مثلا ما استهتر، يعني لا أني أكون خايف لدرجة الهلع ولا أني استهتر كأنه مو فارق عندي، يعني الهلع ترى يخلي يعني خير الأمور أوسطها مثل ما يقولون. الهلع يخلي واحد يسوي ممكن تصرفات ترى خاطئة تضره وتضر الغير. صحيح. فعسب شيء دائما لما نكون احنا اشخاص يعني هادين، تصرفات تكون مبنيه على اشياء صحيحه. فيعني نحن نتمنى من الجميع ان ياخذون ارشادات، يحاولون يقللون طلعاتهم للضروره، فهالاشياء كلها عشان سلامتهم. يعني اذا هم مش يعني اشياء مش ضروريه، يعني اجلها حق وقت ثاني. صحيح صحيح. ناخذ بعض الاشياء، الجوله من اشياء خاصه قنوات التواصل الاجتماعي، بحث مع يعني امس بحث مع علي حميد القطامي مدير عام هيئه الصحه بدبي، اوجه التعاون الصحي بين هيئه ومؤسسات الصحيه في كوريا الجنوبيه من خلال استقباله قنصل عام كوريا الجنوبيه في دبي سعاده جيون يونغ ووك والوفد المرافق له. ممتاز. ايضا امس كان يوم الطفل الاماراتي، فحطينا بعض النصائح كيف ان الاطفال ممكن يستمتعون بوقتهم في البيت، بس لما نشوفون النصايح اللي حطيناهم
لهم أمس في الحساب. ممتاز. أيضا كان في الكثير من الرسائل الجميلة صراحة من قيادتنا وأصحاب السمو. الصراحة الرسائل الجميلة لخط الدفاع الأول من يعني صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان وشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن محمد آل مكتوم. رسائل فعلا يعني جميلة جدا في قنوات التواصل الاجتماعي. صحيح. وأسعدت الجميع. صحيح. اللي كانوا في خط الدفاع الأول وغير خط الدفاع الأول. بالضبط. صحيح. نختمها أيضا بالرسالة الصباحية اللي هي تقول: قد لا تسير الأمور في عملك كما خططت لها، لا تدع ذلك يحد من عزيمتك، بل اجعلها فرصة للتحسين والتطوير. ودمتم بصحة وسعادة. وانت بصحة وسعادة يا أسماء. شكرا لك، نهارك سعيد. أشدد على كلام أسماء الجناحي يا جماعة، لا نسمح للشائعات أن تتحكم فينا. خلينا نقول بهالطريقة، يعني أنا أشوف الناس تأخذ قرارات يومية بناء على الشائعات. كم مرة نقول يا جماعة الشائعات من يطلقها شخص الغرض منه ممكن يثير الهلع، الغرض منه ممكن يكون بحسن نية، ممكن شخص ما بعرف أن هذا بتحول إلى إشاعة. فالله يخليكم، حتى اللي يبتدي الإشاعات يا جماعة في هذا الوقت لا تطلعون أي كلام أنتم مو متأكدين منه، واللي يوصل أي كلام مو متأكد منه نرد نقول من وين نستقي المعلومة الصحيحة. دخلوا على الحسابات الرسمية، حسابات هيئة الصحة بدبي، صحة أبوظبي، وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية، الحسابات الرسمية الموثقة. وللأسف ألاقي الحين بعض الإشاعات للأسف يأخذون اللوجو ويحطونه على الخبر وينشرون يقولك هذا الخبر صحيح. فعشان نتأكد صح ولا خطأ دشوا الحساب الرسمي، دخلنا الحساب الرسمي بنشوف، فما ناخذ ما يصيبنا هلع. الأمور طيبة إن شاء الله، لا تحاتون، كلها عبارة عن إجراءات احترازية لسلامتنا وسلامة عيالنا وسلامة أبهاتنا وسلامة زملائنا. مجرد إجراء احترازي، نقعد في البيت، نعتبرها مسؤولية شخصية، كل واحد يعتبر عمره مسؤول عن صحة المجتمع. تخيل لو أنا كل يوم أفكر كل ما أنش الصبح أقول أنا مسؤول عن صحة مجتمع، فراح أقعد اليوم في البيت وألتزم بقرار الحكومة الرشيدة بأن إحنا نقعد في البيت. أوكي يا جماعة، نتفق كنا نعتبر نفسنا كل شخص مسؤول عن صحة المجتمع. تخيلوا حجم المسؤولية شو بتكون. فما نهلع، ما يصيبنا هلع، وما ناخذ قرارات بناء على إشاعات غير صحيحة. من الإشاعات والسوشيال ميديا راح نتوجه إلى الفقرة التغذوية مع الأستاذة عفاف جمعة، راح ترد تذكرنا بفوائد الينسون الصحية. صباح ورد أستاذ عفاف. صباحك سعادة وصحة أختي. أهلا فيك، تفضلي. حياك الله. اليوم بنتكلم عن فوائد اليانسون، وكلنا نعرف ان اليانسون عبارة عن عشبة، وهاي العشبة بنتكلم عنها لانها لها فوائد وايد. تحتوي على فيتامين سي ومعادن مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم والكبريت. وكلنا نعرف ان اليانسون هو يستخدم كنوع من المشروبات مثل الشاي. صحيح. او نستخدمه في الطهية او التوابل، يدخل في صناعات بعد وايد مثل معجون أسنان مثل الكريمات. الحين شو هي الفوائد اليانسون اللي نحرص عليها وننصح دائما بشرب كوب من اليانسون سواء كان قبل النوم أو بعد تناول الطعام؟ اليانسون يعمل على تهدئة الأعصاب، وعندنا وايد يعني يعانون من الأرق في الليل والقلق وهاي الأشياء، فدائما ننصحهم قبل النوم شرب كوب من اليانسون الدافئ لتهدئة أعصابهم. بالإضافة له فوائد ثانية أختي، هي طارد للبلغم ويساعد على سيلان الأنف ويعالج سيلان الأنف والسعال، أمراض الحلق، الصدر. يعني هاي وايد مفيدة خاصة في موسم تغيير الجو من صيف لشتاء وهاي الأشياء، وعند الإصابات بالبرد. بالإضافة أختي أنه اليانسون يساعد على أنه يقضي على كثير من البكتيريا والفطريات والفيروسات. يعني ننصح دائما اللي ما عندهم أي مشاكل ولا أنه عندهم تعارضات يأخذون أدوية معينة لازم استشارة الطبيب، أنه دائما مثل مشروب الشاي أنه نكثر من شربه من كوب إلى كوبين يوميا. ممتاز. شو الطريقة الصحيحة لتناول اليانسون؟
أختي الطريقة الصحيحة هو حسب رغبات من شخص لشخص تختلف. الطريقة الصحيحة أنه لا يتم غلي اليانسون بالماء الحار كثيرا، لأن أختي يمكن يفقد خواصه، فغلي الماء ثم وضع حبوب اليانسون نخليها لمدة 5 دقائق 10 دقائق ثم يتناوله أنه يشربها الكوب. بالإضافة أختي ممكن نضيف للمخبوزات، وايد مخبوزات محمصة أو للخبز أو للتوابل، بهارات يضاف للأرز للصالونة، هاي الأشياء حبوب اليانسون، لأن في ناس وايد يعانون من انتفاخات في المعدة أو صحيح. غازات، فهاي يساعدهم ويسهل عملية الهضم بالنسبة لإلهم. ممتاز، شكرا لك استاذة عفاف جمعة أخصائية التغذية، مداخلتك اليوم بخصوص فوائد اليانسون الصحية. شكرا، جزاك الله خير. شكرا لك. مثل ما تفضلت استاذة عفاف قالت عن فوائد اليانسون، هل طرت يعالج اي شيء؟ لا، قالت شنو؟ يحسن، يدفي، يساعدكم شوي ممكن في تعزيز مناعتكم، لكن ما قالت يعالج اي شيء. فما نبى حد يصير يبيع كيلو اليانسون ب100 درهم يقول والله يعالج اي مرض إن كان، وناخذها باعتدال. الله يخليكم، ترى حتى هذه الاعشاب يا جماعه اذا اخذناها زياده عن الحاجه او زياده عن الكميه الموصى بها ممكن بسهوله تعطينا، ممكن يسوي هبوط، ممكن يسوي اثر على عمل الكلى، ممكن ياثر على عمل وظائف الاوعيه الدمويه. فالله يخليكم ما نتحمس يعني وناخذ سواء كان ثوم سواء كان ينسون سواء كان زعتر، كل شيء باعتدال زين، ناكل ناخذ الاشياء باعتدال عشان ما تينا اعراض جانبيه، بدل ما نستفيد ننظر. فالحين راح نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل راح نواصل. صحه وسعاده، صحه وسعاده. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا حديث الساعة والترند في وسائل التواصل الآن هو فيروس كورونا المستجد أو COVID-19، والوقاية دائما احنا نقول خير من العلاج، وهو هذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما تجاه جميع الأمراض. لاحظوا دائما نشدد احنا على الوقاية، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية أساسها الوقاية، ويتعمل بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية طبعا المتصلة بفيروس الكورونا المستجد، حيث تتخذ الهيئة ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمول بها عالميا جميع التدابير اللازمة لدرء هذا الفيروس وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ الاحتياطات التي تحفظ للناس سلامتهم وصحتهم. حول هذا الموضوع يسعدني يكون معنا في اليوم الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة العامة. صباحك ورد دكتورة هند، حياك الله في صحة وسعادة. صباح النور. طبعا حديث الساعة فيروس كورونا المستجد أو COVID-19، أول شيء نعرف الناس مرة ثانية نذكرهم شو هو هذا الفيروس، هل هو جديد ولا غير جديد، كيف ينتقل على السريع، بعدين نروح للموضوعين الأساسيين، هي شو هي الوقاية وشو النصائح اللي تعطيها للناس بحيث من يقعد في البيت بخصوص السفر وغيره. فأول شيء نرد نذكرهم ما هو فيروس كورونا المستجد. طبعا دكتورة، فيروس كورونا المستجد هو ليس بفيروس جديد، هو فقط سلالة جديدة من عائلة الكورونا اللي احنا نعرفها من سنين سابقة. اللي صار ان طلعت سلالة جديدة سميت بكورونا المستجد اللي هو COVID-19. في الفترة الأخيرة زادت عدد الحالات عالميا بشكل كبير جدا، وهذا أدى إلى إعلان منظمة الصحة العالمية أن هذا المرض هو يعتبر كوباء عالمي. ونتيجة لهذا القرار دولة الإمارات العربية المتحدة زادت من سقف إجراءاتها الوقائية والاحترازية، وأصدرت العديد من القرارات التي تصب دائما وأبدا في مصلحة وسلامة المقيمين والمواطنين في الدولة. من ضمن هذه القرارات كانت إغلاق العديد من المراكز الترفيهية. صح. والحدائق بدأت في المدارس عمل عن بعد بعد الحين. طبعا دولة الإمارات استبقت إعلان المنظمة
المنظمة وقامت أخذت إجراء قبل ما تعلن المنظمة أن هذا وباء، سكرت المدارس، فعلت نظام التعلم عن بعد، الحكومات بدأت الحين تطبق نظام العمل عن بعد، وصاحب بعد إعلان وزارة الصحة بنصح كبار السن من المواطنين والمقيمين بالتزام البقاء في منازلهم وتجنب الذهاب إلى التجمعات والأماكن المكتظة بالناس. وبعد إحنا ننصح جميع أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب دكتورة، السكري، الضغط، أمراض اللي عندهم أمراض في الجهاز التنفسي، إحنا بعد ننصحهم أنهم يظلون في منازلهم ويتجنبون الذهاب إلى هذه التجمعات، إلى جانب الفئات الأكثر عرضة مثل الحوامل اللي عندهم أعراض نقص مناعة لأي سبب كان. وبعد ننصح جميع الأفراد أن يأخذون هذه كمسؤولية مجتمعية عشان إحنا نحمي هذه الفئة في هذه الفئات من الناس. إحنا كلنا لازم نأخذ على عاتقنا هذه المسؤولية ونشارك الدولة في هذه الدولة، هي بتصدر الإجراءات والتوصيات وبترفع من سقف الحماية والوقاية، وإحنا كأفراد لازم بعد نتكاتف مع الدولة وناخذها كمسؤولية مجتمعية دكتورة، إن إحنا بعد نتجنب الذهاب إلى هذه التجمعات والأماكن المكتظة بالناس، نزيد من إجراءاتنا الوقائية مثل إحنا نحافظ على نظافة يدينا باستمرار، نغسلهم دوم إذا ما حصلنا ما يصابون نستعمل المطهرات، نحافظ على تعقيم الأسطح والمنازل يعني بشكل مستمر دكتورة، إحنا نعقم هذه الأماكن لأن مثل ما نعرف أن المرض ينتشر عن طريق الرذاذ الملوث، وأفضل طريقة في حمايتنا أن إحنا نسوي هاي الإجراءات. وإذا حد لا سمح الله عنده أي أعراض تنفسية إحنا بعد ننصحهم أن أنتوا بعد ظلوا في بيوتكم. صحيح. لا تجنبوا الاختلاط بالناس والذهاب إلى الأماكن المزدحمة عشان أنت بعد تحمي الناس أنك أنت تنقل لهم هذا المرض سواء كانت كورونا أو غيرها دكتورة. هذا هاي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتقنا كلنا. إحنا كلنا لازم نتكاتف مع الدولة ونحافظ على صحتنا وسلامتنا. ممتاز. بما نتكلم لحظة دكتورة هند، ركزت ان اجراءات وقائية احترازية كلها عبارة عن اجراء وقائي، فعشان كذا دائما نقول ما في داعي للهلع، احنا قاعدين نحميكم من الانتشار. الحين نشرح للناس دكتورة هند كيفية انتقال الفيروس، بالتالي هذا السبب ان نقول الناس اقعدوا في البيت وتجنبوا الاماكن المزدحمة، طريقة انتقاله. طبعا يعني احنا لما الدولة تصدر قرارات اجرائية وقائية احترازية مو معناته ان احنا ندخل في هالة هلع وخوف. صحيح. بالعكس كل قرار تصدر الدولة هو قرار زيادة في حمايتكم وفي وقايتكم. طبعا احنا نعرف ان هذا الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث، عن طريق السعال او العطس، او ان تستقر على الاسطح، فافضل طريقة انك انت تحمي نفسك انك انت تتجنب الاختلاط بالأشخاص اللي لديهم أي عدوى تنفسية، لأن مرض كوفيد 19 أعراضه شبيهة جدا بأعراض الإنفلونزا العادية، مو مثل ما كان متداول دكتورة أن في فرق بين الإنفلونزا العادية ولا يعني في ناس كانت تقول حرارة مفاجئة في الكورونا، يعني حرارة تدريجية في لها مثل ما تفضل دكتورة، متشابه دكتورة، حتى يعني وصلوا لدرجة أن يقولوا لك رقم درجة الحرارة، وهذا طبعا معلومة أبدا مش صحيحة. ما في أي فرق بين أعراض الإنفلونزا العادية أو مرض فيروس كورونا المستجد، الفرق الوحيد أن أنت لك تاريخ مخالطة. صح. مع شخص مشتبه فيه أو مريض به هذا المرض، أو أنت كان لك تاريخ سفر خلال آخر أسبوعين، فهذا هو الشيء الوحيد اللي يفرقك عن الإنفلونزا العادية. لكن لزيادة الإحتياطات والإجراءات، أنت إذا لك أي عدوى تنفسية إحنا ننصحك أنك أنت ما تختلط بالناس، أداب السعال والعطاس، أنت تستعمل المنديل دائما وتتخلص منه، ما عندك المنديل هذا تتجنب أنك أنت تعطس في الهواء الطلق، يعني باطن الكوع بعد هو مكان. صح. جدا مناسب أنك أنت تعطس أو تكح فيه. فهاي الإجراءات الواحد يحسها جدا بسيطة بس بالضبط. هذه جدا فعالة. لو ما كانت فعالة كان ما أصرت المنظمات والوزارات والهيئات أن تعيد وتزيد في هذا الموضوع دكتورة. بالضبط. مثل ما قريت قبل كم من يوم في وسائل التواصل، واحد كان كاتب ما تخيلت أن أخدم البلد بأني أقعد في البيت، وفعلا تخدم البلد بأنك تقعد في البيت عشان نمنع هذا الفيروس. بما تكلمتي عن السفر، طبعا تكثر الأسئلة الحين، هل
الحجر الصحي. معنا ندري المصطلح حجر صحي ناس شويه تخاف منه، بنخلي الدكتوره هند تفسر لنا شو يعني حجر صحي. يقع على كل من يسافر، نعطي نصايح شوي بشكل عام عن السفر، ومنو لازم يقعد حجر في البيت، وشو يعني حجر، وكيف يتم الحجر في البيت، فنربط الاثنين السفر مع الحجر. هو في هاي الفترة الحالية احنا ننصح الجميع بتجنب السفر للدول المتأثرة والأكثر عرضة يعني لهذا المرض بشكل عام. إذا ما كان الداعي ضروري أو طارئ احنا ننصحكم انكم تأجلون هذه السفرات. اما اذا انتم اضطريتوا انكم تسافرون لاسباب طارئة او ساعات الناس تروح لاسباب رسمية او لاعمال، اذا انتم رديتوا من هذه الدول حتى لو في المطار قالوا لكم انتم ما فيكم حمى او ما فيكم اي اعراض، احنا ننصحكم ان انتم زيادة في الاحتياط وزيادة في وقاية الافراد عائلتك وافراد المجتمع انك انت تظل في الحجر. صح دكتورة الكلمة شوي تخوف انك انت تحجرني شو تقصد. الحجر المنزلي مفهومه جدا بسيط، انك انت تظل في البيت لمده 14 يوم. شو اقصد انا انك انت تظل في البيت؟ تكون لك غرفتك الخاصه، حمامك الخاص، صح. ادواتك الشخصيه الخاصه، انا اقصد بالادوات الشخصيه الفرشاه، الفوطه، حتى ادوات الاكل اللي انت تستعملها، صحنك الخاص، الملعقه الخاصه، الشوكه الخاصه، الكوب الخاص لك، يعني هاي كلها تكون اشياء خاصه فيك انت فقط. نعم. ما حد يشاركك فيها. تتجنب انك انت تختلط معاهم، لكن ها ما يعني انك انت تسكر على نفسك الباب بعد، يعني تظل في بيتك، تتواصل مع افراد عائلتك. هذه بعد فرصة دكتور أن الواحد يمارس هواياته، صح. يكتشف هوايات جديدة، يتأمل في الكون، يتأمل، يدور، يرتب خططه. الناس كلها تقول أنا ما عندي وقت أخطط حق حياتي، هذا هو الوقت المناسب. بالضبط بالضبط، يعني وايد في أشياء أنت تقدر تسويها في صح. بيتك، تقدر حتى العمل عن بعد الحين صار هذا الشيء جدا ممكن. إحنا ليش نقول لك ظل في بيتك أسبوعين؟ عشان مو بان انت فيك المرض، صح. احنا ما نقول ان انت فيك المرض، بس احنا نقول عشان كل اللي احنا نسويه زياده في الحرص، زياده في الوقايه. لا سمح الله، لا سمح الله طلعت لك عرض من الاعراض، انت بهاي الطريقه تضمن انك انت ما نقلت هذا المرض لشخص ثاني، وهذه طريقه جدا فعاله، وهذا هو مفتاح التحكم في هذا المرض، لان هذا الفيروس سريع الانتشار، هذه نقطه قوته انه سريع الانتشار. ولكن لا نقاط ضعف كثيرة، اللي هي إن إحنا نقدر نحمي نفسنا بإجراءات جدا بسيطة جدا، صحيح. وهذا الفيروس أعراضه جدا خفيفة ومضاعفاته أيضا جدا قليلة، ولكن هذه المضاعفات تكون فقط لكبار السن والأصحاب الأمراض المزمنة والأكثر عرضة. فعسبشي إحنا نقول نصحنا هاي الفئة إن أنتوا ظلوا في بيوتكم، اتجنبوا، مو عشان إحنا نخوفهم، بس إحنا نقول لا سمح الله إذا ياكم المرض فإن مضاعفاته في احتمالية مضاعفاتكم تكون شوية أخطر، لكن هذا الفيروس سهل السيطرة عليه جدا. إجراءات بسيطة، أنت تعزل نفسك في بيتك، لا سمح الله إذا طلعت لك أي أعراض هني أنت تقدر تتواصل مع أي مركز قريب لك وتخبرهم أنا كان عندي تاريخ سفر وأنا بدأت تظهر لي الأعراض هني. نعم. إحنا ننصحك أنك أنت تزور المركز الطبي، مو بأن أنت خايف أو قلق وما عندك أي أعراض وما عندك أي تاريخ سفر أو تاريخ مخالطة أنت تروح المركز وتطلب هذا الفحص. صحيح. طريق إجراء هذا الفحص له معايير معينة، لازم تكون عندك أعراض، لازم يكون عندك تاريخ سفر، أو أنك أنت كنت مخالط لشخص أنت متأكد 100% أنه عنده هذا المرض. بالضبط. فدكتورة إحنا نقول للناس لا تخافون، ما له داعي الهلع، دولة الإمارات سباقة في الإجراءات الاحترازية والوقائية، صحيح. وفي طاقم كبير الناس ما تعرف عنها شغالة 24 ساعة. بالضبط. طول الليل والنهار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع عشان حمايتكم عشان سلامتكم. صحيح. فإحنا بس إحنا لما نقول لكم زيدوا من سقف إجراءاتكم الوقائية هذا عشان أنتوا بعد تساهمون في حماية الدولة. بالضبط أكيد. رسالة أخيرة تعطينها دكتورة هند لمستمعينا، كنصايح عامة سريعة نعطيها. ما له داعي أن أنتوا
تزيدون في القلق والهلع. صح، هذه رسالة مهمة. وايد زادت الإشاعات والكلام الغير صحيح. احنا دائما نقول لكم اذا عندكم اي استفسار عندنا ارقام موحدة تقدرون تتواصلون معنا. عندنا احنا هني في إمارة دبي خدمة طبيب لكل مواطن، اللي هي الحين متاحة لجميع المقيمين والمواطنين في الإمارة. صحيح. انتم تقدرون بانكم تستعملون هاي الخدمة، تنزلونها عن طريق تطبيق هيئة الصحة في دبي وتتواصلون على الرقم الموحد 800 DHA. وعندكم أي استفسار، أي قلق، أي خوف، تتواصلون بهاي الخدمة. يكون هو فكرة الخدمة أن في طبيب موجود 24 ساعة. صحيح. شغال عشان يرد على استفساراتكم. فحتى ما له داعي أن أنتوا تزورون المركز عشان تسألون هاي الأسئلة. بالضبط. فتقدرون تستعملون هاي الخدمة أيضا. أكيد. شكرا للدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، وجودك معنا اليوم وحديثك عن الكورونا، الوقاية خير من العلاج. شكرا لك. شكرا. مثل ما تفضلت الدكتورة هند، ركزت على الوقاية خير من العلاج، وما نبى هلع وما نبى ذعر وما نبى ناخذ قرارات عشوائية بناء على إشاعات قاعد تطلع. يا جماعة، هناك دائما أرقام ممكن تواصل معها، وجهات رسمية ممكن تواصل معها وتعطينا الخبر اليقين مثل ما يقولون. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. من الكورونا وحديث الساعة إلى موضوع مهم آخر، وهو موضوع التبرع بالدم. طبعا تبذل هيئة الصحة بدبي جهودا كبيرة من أجل توفير وحدات الدم ومكوناته بأعلى درجات الجودة والسلامة لتغطية حاجة المرضى في مستشفيات إمارة دبي الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساعدة لجميع المرضى على مستوى الدولة في وجود حالات مرضية بحاجة لأصناف دم قليلة الوجود ونادرة، وذلك عن طريق مركز دبي للتبرع بالدم التابع للهيئة. طبعا تسعى هيئة الصحة بدبي إلى حث الأفراد المجتمع بشكل مستمر للتواصل مع مركز دبي للتبرع بالدم والإقبال على عملية التبرع، مستندة في ذلك إلى القيم والمفاهيم الإنسانية النبيلة التي يتحلى بها أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، والتي تدفعهم من وقت إلى آخر للتبرع بالدم إنقاذا لحياة الآخرين من المرضى والمصابين الذين ينتظرون قطرة دم واحدة تعيد إليهم الأمل والتفاؤل في الحياة. حول هذا الموضوع الإنساني المهم تدور حلقتنا اليوم مع الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم. صباحك شوي دكتورة مي. صباح الخير والسرور. أهلين دكتورة. أهلا فيك. صحة وسعادة. أهلا بيك. دكتورة مي، نبتدي أول شيء نعرف الناس بمركز دبي للتبرع بالدم، ما هو هذا المركز وين مكانه، وبعد هذا ندخل على أهمية التبرع بالدم. نعم، يقع مركز دبي للتبرع بالدم داخل حرم مستشفى لطيفة، وهو بناية منفصلة موجودة. نعمل من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 8:30 مساء لاستقبال المتبرعين بالدم. هو المركز الوحيد المعني بالتعامل مع المتبرعين بالدم في إمارة دبي. ممتاز. نعم. دكتورة مي، نتكلم عن التبرع بالدم نفسه، نعرف الناس شو أهميته للمتبرع وكيف ممكن واحد يتبرع بالدم. طبعا التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل يساهم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين للدم، وفي إلى فوائد كثيرة على المتبرع بالدم، خصوصا إذا التبرع بالدم بيكون بصورة منتظمة ومستمرة، فهو يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية، وهذا مع أثبتة البحوث العلمية. بالإضافة إلى أنه طبعا التبرع بالدم يساعد نخاع العظم على تنشيط الدورة الدموية وإنتاج خلايا دموية جديدة، بالإضافة إلى أن التبرع المنتظم يقلل من نسبة الحديد الزائد بالدم. هو في كثير من الفوائد تعود على المتبرع بالدم، بالإضافة طبعا إلى أنه هو عمل إنساني يساهم في إنقاذ حياة المرضى في الوقت اللي لا يوجد بديل لدم الإنسان لحد الآن. فمثل ما تفضلت حضرتك أنه إحنا محتاجين يوميا
إلى تبرع المتبرعين بالدم الأصحاء من كل أصناف الدم حتى نقدر نوفر الكميات المطلوبة من الدم للمرضى المحتاجين. ممتاز دكتورة لما يتكلمين عن تجهيزات مركز دبي للتبرع بالدم للمحافظة، مثل ما يعني مثل ما الناس تقول، الناس دائما تتخوف من عملية التبرع بالدم، هل هو آمن؟ هل يستوي خلط عينات؟ هل الدم اللي أنا حصله هل هو آمن فعلا؟ فنخبرهم عن الإجراءات عالية المستوى اللي عندكم عشان تتأكدوا من سلامة التبرع بالدم، سلامة المتبرع، العينة كيف يتم التصرف فيها، وهذه المعلومات المختلفة. نعم طبعا دكتور، احنا دائما نقول انه مركز دبي للتبرع بالدم هو اول مركز داخل دولة الامارات حاصل على الاعتماد الدولي من جمعية بنوك الدم الامريكية، وهذا طبعا الاعتماد يعني بسلامة المتبرع اولا وسلامة جميع الاجراءات الخاصة بالمريض متلقي الدم. فتبدأ إجراءاتنا اللي تخص سلامة المتبرع من أول خطوة يخطيها المتبرع داخل المركز، ونعتني بصحته ونهتم طبعا بأنه أثناء وجوده داخل المركز أنه يكون في بسلامة، وأن التبرع بالدم ما يأثر عليه بعد التبرع بالدم. فإحنا جدا نهتم ونتبع المعايير العالمية، وفي بعض المرات نتجاوز أكثر، نكون أكثر صرامة حتى نمنع أي مضاعفات ممكن أن يصيب المتبرع بالدم بعد تبرعه. فإحنا مثلا نقيس درجة الحرارة والنبض وضغط الدم، وهناك طبعا استبيان يعبيه المتبرع نعم يخص حالته الصحية الحالية والسابقة، وجميع طبعا المواد والمستخدمة أثناء التبرع بالدم هي آمنة وسليمة وتستخدم لمرة واحدة فقط. وطبعا حاليا إذا نتكلم بس على المتبرع أولا، حاليا إجراءات مشددة تخص طبعا انتشار مرض كورونا، فغيرنا حتى في خطوات التبرع بالدم. فسابقا كنا مثلا المتبرع يجي الى قسم التبرع التسجيل، وبعدين يعبي الاستبيان، بعدين يروح للممرضه حتى يفحص الضغط ودرجات الحراره. نعم حاليا اول خطوه يعملها المتبرع هو سؤاله عن التاريخ المرضي، فاذا كان مسافر خلال 28 يوم السابقه الى اي دوله فاحنا حاليا نستبعده عن التبرع بالدم، وذلك حفاظا على صحته حفاظا على الدم اللي يذهب إلى المرضى. نعم ويتم قياس درجة حرارته قبل أن يوصل إلى قسم التسجيل، وهذا طبعا لضمان سلامة الأجواء الموجودة بالمركز حتى المتبرع اللي يكون بصحة وبعافية يجي للمركز ما يصاب بأي عدوى أو أي مضاعفات أثناء وجوده في المركز. فهذه أكيد واحدة من الإجراءات الاحترازية اللي بدنا نطبقها. أول ستيب بالتبرع بالدم، أول خطوة حتكون قياس درجة الحرارة وسؤال المتبرع على تاريخ السفر، وبعدها يكمل الإجراءات الاعتيادية، بالإضافة إلى أنه جمعية بنوك الدم العالمية الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أصدرت مجموعة من التوجيهات إلى بنوك الدم لضمان سلامة المتبرع. فمنها مثلا على سبيل المثال أنه نترك مسافة بين سرير والآخر، فهو ممتاز هذا الإجراء حاليا ما نخلي الأسرة اللي موجودة عندنا بالصالة ما حنستعملها كلها مرة واحدة، ممتاز فنترك سرير بين المتبرع والآخر حتى نترك مسافة. بالإضافة إلى كراسي الانتظار، تم إغلاق كراسي الانتظار بين واحدة والآخر حتى نترك مسافة، بالإضافة طبعا إلى وجود الكمامات ووجود طبعا المواد لتعقيم الإيد وكل الأجهزة الإلكترونية اللي ممكن مثلا تنقل العلوى، مثلا الألواح الإلكترونية يتم تعقيمها فورا بعد كل استعمال من كل شخص. فالحمد لله إجراءاتنا حتى طبعا بالإضافة إلى ذلك جميع الموظفين صباحا قبل لا يباشرون مكاتبهم يتم قياس درجة حرارتهم للتأكد من أنه سلامتهم وأنه ممكن أن ينقلون عدوى لأي متبرع يتقدم للتبرع بالدم داخل المركز. هذه بالنسبة لإجراءاتنا بالنسبة للمتبرع بالدم. إجراءاتنا لضمان سلامة المتبرع طبعا غيرنا من الاستبيان، ففي مثلا استبعاد المتبرعين اللي يكون لهم تاريخ مرضي تاريخ سفر، هذا سفر نعم كله
لضمان سلامة وجودة الدم اللي يروح إلى المرضى. فطبعاً مختبراتنا الحمد لله مجهزة بأحدث التقنيات وأحدث الأجهزة للكشف عن الأمراض الفيروسية والأمراض اللي ممكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم، وبحمد من الله طبعاً وبدعم من شيوخنا الإمارات من ضمن أفضل 5 دول في العالم حسب تقرير منظمة الصحة العالمية في دعم سلامة نقل الدم وجودة خدمات نقل الدم على مستوى الدولة. فنحب نطمن المتبرعين بالدم أنه أماكن التبرع بالدم آمنة وسليمة وتتبع أعلى معايير الجودة لضمان سلامتهم أثناء التبرع بالدم، وأنه الدم آمن وسليم بالنسبة للمرضى متلقي الدم. ممتاز. دكتورة مي، شو نذكر بس أهمية تضافر جهود المجتمع، أنه حتى في ظل الظروف الراهنة أنه في قلق بخصوص فيروس كورونا المستجد، أهمية أن الناس لا تزال تتبرع بالدم لإنقاذ حياة، فنركز على هالنقطة ونعطي رسالة للناس أنه صح أن أنتم ما شاء الله مثل ما تفضلتي ماخذين إجراءات ما شاء الله رائعة كإجراء احترازي لمنع نقل الفيروسات بشكل عام ضمن المتبرعين، فنوجه لهم رسالة بأهمية التبرع ونشجعهم أيضا على التبرع. نعم طبعا احنا مثل ما قلنا أنه لا يوجد بديل لدم الإنسان، فاحنا بحاجة إلى المتبرعين بالدم يتبرعون يوميا إذا يشوفون أنهم أصحاء وأعمارهم بين 18 إلى 65 سنة. نوجههم أنه إحنا بحاجة إلى تبرعكم بالدم، لأن بنوك الدم طبعا ما تقدر تكمل عملها بدون المتبرعين بالدم الكرام، ونوجه لهم طبعا الشكر والتقدير والاحترام لجهودهم في أنهم يجون في هذه الأيام ويتبرعون بالدم فور الاتصال بهم أو من يشوفون حافلة التبرع بالدم متواجدة في مكان معين. فإحنا حتى في الحافلة دكتورة ندى نحب نقول إنه من يعني الحافلة فيها 4 أسرة إذا الشخص كان زار الحافلة التبرع بالدم وهي سيارة متنقلة للتبرع بالدم. حاليا إجراءاتنا الاحترازية إنه ما نعبي الـ4 كراسي، يكون في كرسي فقط هي اللي تستخدم المتبرعين بالدم، وذلك لضمان وجود مسافة كافية بين المتبرع والآخر ضمان سلامة المتبرع. فإحنا نتوجه بالمتبرعين ونقولهم أنه إحنا محتاجين إلى التبرع بالدم حتى نقدر نوفر الدم، وأنه كل الإجراءات الاحترازية اللي تعزز من سلامة المتبرع أثناء التبرع بالدم الحمد لله هيئة الصحة في دبي قامت باتخاذها لضمان سلامة المتبرع، فما في خوف من التبرع بالدم. وحتى إحنا طبعا مددنا الدوام، فحاليا إحنا آخر متبرع يتم تسجيله هو الساعة 8:30 مساء، بس المركز يبقى إلى الساعة 9 حتى نقدر نوزع المتبرعين خلال أوقات العمل وما يكون نمنع الازدحام أو أنه وجود أعداد كبيرة من المتبرعين. فنعم إحنا نحتاجهم ونتوجه لهم بالتبرع بالدم في حالة مقدرتهم، وإن شاء الله أنه كل الإجراءات الاحترازية متوفرة وموجودة. ممتاز، شكرا دكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم، ودخلتك اليوم بخصوص طمنتي الناس أن عملية التبرع بالدم لا تزال آمنة بفضل الإجراءات الاحترازية اللي قاعد تتخذونها في المركز، ونشجع الناس أنهم يتبرعون بالدم لإنقاذ حياة مثل ما قال دكتورة مي لا بديل للدم البشري. شكرا لك دكتورة مي، نهارك سعيد. أهلا وسهلا، مع السلامة. طبعا مثل ما تفضلت الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم بأن هناك إجراءات احترازية مشددة للحرص على عدم انتقال، أنا أريد أقول كل أنواع الفيروسات يا جماعة، ترى مو بس فيروس كورونا المستجد، إحنا في النهاية لا نريد أي متعامل أن يأخذ أي عدوى كانت، فهناك إجراءات احترازية مشددة لمنع هذا الانتقال. فإن شاء الله إن شاء الله عملية التبرع بالدم لا تزال آمنة، مثل ما قلنا لا بديل للدم البشري، فإذا ما تبرعتوا الناس اللي يسوونهم عمليات، النساء اللي في الولادة أو غيرها ممكن أنهم ينضرون إذا ما حصلوا الدم البشري. كم عندي يا أيمن لما نهاية الحلقة؟
دقيقتين شكرا. ها يقولي دقيقتين دقيقة بعد بقرا الرسالة، في رسالة جميلة اليوم. الدراسة آسفة، الدراسة تقول ما فائدة شرب الماء الدافئ على الريق؟ ها أعلن علماء من ألمانيا أن شرب كوب ماء من كوب من الماء الدافئ صباحا كل يوم يحسن حالة الجسم ويحسن نظارة البشرة وينشط عملية التمثيل الغذائي ويطرد السموم. ما قالوا ينزل الوزن، أنا أدري شو بيبالكم أيمن، ما قالوا ينزل الوزن. أوكي، تفيد مجلة فوكس بأنه وفقا للخبراء تناول كوب من الماء الدافئ في الصباح على الريق يحسن صحتنا ومظهرنا الخارجي ويحفز الدورة الدموية ويجعل بشرتنا تبدو أكثر نظارة، يخفف التجاعيد، تجاعيد والله شاكة فيها بس مو مشكلة، ويحسن حالة الشعر وتبدو حيث وتبدو الشعيرات أكثر سمكا ولا تتكسر، كما أنه يفيد في التخلص من ارتفاع حموضة المعدة، تكون الحصى في الكلى والتهابات المثانة، ويساعد على نمو الخلايا العضلية. بشكل عام يعزز شرب الماء الدافئ على الريق منظومة المناعة ويحسن عمل الجهاز الليمفاوي للجسم. أنا في دراسة نفسي أو كلام للدكتور قريته من سنوات أنه أول شيء لازم نسويه الصبح لازم نشرب كوب من الماء. ليش؟ لأن طول الليل الكلى قاعد تشتغل وتصفي، فلازم اول ما تنش الصبح تشرب كوب من الماء عشان تطرد السموم المتراكمه خلال الليل. وما قال ينزل الوزن، ارد اكد على المعلومه، ولا قال حطوا فيه ليمون. الله يخليكم، الليمون مع الماء ما نبغى نشربه على الريج يا جماعه لانه يؤذي المعده. قالوا شرب ماء دافي كم بعد مكتوب 500 ملي لتر، يعني 500 يعني دبه الماء العاديه، دبه الماء العاديه 500 ملي لتر. نحط شو ملعقه عسل، اي عسل زين، هذا ايمن يقول عسل زين، ترى عسل يقوي المناعه. تشربون 500 ملي ممكن تحطون فيها عسل عشان يعزز المناعه مالتكم. لا دافي معناها ها سؤال مهم المخرج يسال، كيف يعني دافي دكتوره؟ معناه كوب الماء لو حطيت فيه صبعك تقدر تعد من 1 إلى 10 تستحمل الحراره مالته، اذا حطيت صبعك وما استحملت 1 إلى 10 معناه حار جدا، يكون دافي، ما يكون بارد، يكون دافي. وايد يساعد يا جماعة، يحسن حموضة المعدة. شوفوا الماء الدافئ يحسن حموضة المعدة، فلا نحط فيه خل، في ناس والله يحطون خل تفاح، أنا ما أدري هذه صراحة من وين يبين المعلومة، خل تفاح ولا تحطون فيه ليمون، عسل إذا تحبون تعزون مناعتكم عسل وماء دافي بارك الله فيكم وصلى الله وبارك. كل صبح يعزز الجهاز الليمفاوي، والله البشرة أكثر نظارة، والله والله الحين الحريم بيستانسون. بس انا حريم ارد اقول ما ينزل وزن، انا اشوف ايمن منور ما شاء الله يقول يشرب كوب ماء مع عسل كل صباح، بشرته فنانه ايمن من شرب الكوب المي الدافي. المهم وصلنا نهايه برنامجنا، برنامج صحه وسعاده لهذا اليوم، ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى الساعه الاذاعيه، والى ان القاكم انا ان شاء الله. شكرا ايمن سرحيل، وشكرا لجميره المري لوجودكم معي اليوم، وهذه محدثتكم دكتوره ندى الملا. قبل ما أختم أقول لكم يا جماعة لا تنساقوا خلف الشائعات ولا تسمحوا للشائعات أن تقود قراراتكم، دائما خذوا المعلومة الصحيحة من مصدرها الصحيح. إن شاء الله نلقاكم بالحياة الأسبوع الجاي، إلى أن ألقاكم أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.